جامعة القاضي عياض بمراكش محطة أخرى ضمن الجولات الميدانية لكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي لعدد من المؤسسات الجامعية في إطار سياسة القرب الرامية إلى النهوض بالمنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. أمين علام ومعتصم بالله واسوس. المخطط العملي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لفترة ممتدة ما بين 2017-2021 في شقه المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي شكل منطلق الزيارة الميدانية التي قام بها كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي لجامعة القاضي عياض، لقاء تم خلاله استعراض أهم مضامين هذه الوثيقة التي ترصد واقع المنظومة الجامعية بالمملكة والخطوات والإجراءات المزمع تنفيذها لتلبية الحاجيات وجعل الجامعة قاطرة للتنمية في ظل مشروع الجهوية المتقدمة. جامعة القاضي عياض تتميز بسمعة وطنية ودولية محترمة، لا على مستوى التصنيف ديالها ولا على مستوى مشاريع البحث والتكوين اللي موجودة فيها، ولذلك من المفيد جدا أنه يكون عندنا واحد تبادل التجارب الفضلة بين الجامعات المغربية المختلفة، سواء في البحث أو في التكوين أو في التكوين المستمر أو في الشراكة والتعاون. إصلاحات مهمة اعتمدتها جامعة القاضي عياض عززت مكانتها على مستوى العلمي والبيداغوجي، أهلها لتحتل مراتب متقدمة على الصعيدين الوطني والدولي، لكن الطموحات كبيرة ما دفع هذه الجامعة لتبذل مجهودات كبيرة لمسيرة المتطلبات الراهنة للتكوين ولتوفير ظروف أفضل لطلبة يتزايد عددهم كل سنة. وكيف كتعرفوا بأن جامعة القاضي عياض اليوم كتفكر في جامعة الغد؟ وتنظن بان هذا هو الاساس من هذا الشيء باش الجامعه المغربيه تكون متالقه وتكون حاضره، عندها وجود عالمي. كيف كتعرفوا اليوم جامعه القاضي عياض عندها واحد المسار اللي مشات فيه، اللي تنظن بان ان شاء الله مازال عندنا المزيد اللي نعطيه، وبغينا نتقاسموا هاد التجارب وهاد الاعمال اللي دارت في الجامعه. الزيارة الميدانية وقف خلالها كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي على سير التعليم بعدد من المؤسسات التابعة للجامعة، والتي من المرتقب أن تتعزز بمركب جامعي جديد بمدينة طمنصورت بقدرة استيعابية تقدر ب60 ألف مقعد. طاقم النشرة يشكر بقاءكم معنا مشاهدينا، إلى الغد بإذن الله.